12 ظهرا في القاهرة، 10 بتوقيت جرينتش. أهلا بكم في ساعتنا الإخبارية الشاملة. البداية كما اعتدنا مع العناوين. السيسي يؤكد للبرهان في اتصال هاتفي حرص مصر على مواصلة التنسيق مع السودان في مختلف الملفات، محل الاهتمام المتبادل. إيطاليا تفرض إغلاقا لمنطقة لومباردي بالإضافة إلى 14 مقاطعة أخرى لاحتواء تفشي فيروس كورونا. تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف تابعة للمتمردين الحوثيين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع شارك فيه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة من خلال استراتيجية متكاملة. وتناول الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الثمينية الأساسية وإجراء ضبط الأسواق وحماية المستهلك. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فعالية وكفاءة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقا. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير إدارة المخابرات الحربية وعدد من السادة الوزراء. الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير المنظومة الآلية الموحدة للتحديث الرقمي، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، الأمر الذي يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين على نحو دقيق وكامل يؤدي إلى حوكمة الأداء بأعلى درجات الكفاءة والسرعة. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة التنسيق الحثيث بين كافة الجهات المعنية في الدولة في هذا الصدد، مشددا سيادته على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق مبسطة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل في هذا المجال. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني على الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل. من جانبه أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين البلدين، مشيدا في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.
أعربت وزارة الخارجية عن رفضها جملة وتفصيلا لبيان وزراء وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصادر يوم 6 مارس حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس بشأن سد النهضة الإثيوبي. وقالت الوزارة في بيان: لقد اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة وافتقد للدبلوماسية وانطوى على إهانة غير مقبولة للجامعة العربية ولدولها الأعضاء، وأشار إلى أن تبني الجامعة للقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، وما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول الأعضاء ذات السيادة. أعربت وزارة الخارجية عن رفضها جملة وتفصيلا بيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصادر يوم 6 مارس 2020 حول قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة الإثيوبية. وقالت الوزارة في بيان: لقد اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة وافتقد للدبلوماسية وانطوى على إهانة غير مقبولة للجامعة العربية ولدولها الأعضاء، وأشار إلى أن تبني الجامعة لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بحقوق مصر وبمصالحها المالية، ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية. يبدأ وزير الخارجية سامح شكري اليوم زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان في مستهل جولة عربية تشمل كذلك السعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات. قالت وزارة الخارجية إن الوزير شكري سيقوم خلال هذه الجولة بتسليم رسائل من الرئيس السيسي لقادة تلك الدول الشقيقة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي. أستاذ خالد، بعد التحية، أهمية جولة وزير الخارجية سامح شكري العربية ودلالات التوقيت بالنسبة للتحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن؟ يعني بالتأكيد ربما أخذ من سؤال حضرتك في صميم الإجابة هو فكرة التحديات التي تواجه العالم العربي والمنطقة الشرق الأوسط والوضع الإقليمي والوضع الدولي في ظل تطورات الرهينة التي تحدث في ليبيا وتحدث في العراق وتحدث أيضا في سوريا والاحتلال التركي للدولة السورية والهجمات التي تقوم بها القوات التركية ضد الشعب السوري وأيضا ما يقوم به النظام التركي في ليبيا. أعتقد أن الأوضاع الرهينة وبعد يعني أن أكد بشكل أو بآخر تأجيل القمة العربية بسبب فيروس كورونا انتشر في معظم الدول يؤكد أن هنا لابد من وجود حالة من الترابط والتنسيق ما بين الدول العربية وبعضها البعض والدخول في المحافل الدولية بوجهة نظر مشتركة وواحدة ورؤية متكاملة للأوضاع العربية في ظل هذه التطورات الراهنة. أعتقد أن جولة وزير الخارجية تأتي في هذا الإطار وتسعى إلى المزيد والمزيد من التفاهمات والمزيد والمزيد من وجهات النظر والرؤى المتوافقة والواحدة ضد كل هذه الانتهاكات التي ترتكب سواء في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو غيرها من الدول، وأيضا ضد التوجه الموجود في بعض الدول الأفريقية التي ربما لا تتمسك بالمعايير الدولية والاتفاقيات الدولية التي تعقد بين الدول ولا أيضا تتمسك ولا تحترم الوسطات الدولية. وهنا أشير إلى ما تقوم به الإجراءات الأحادية، فكرة الأحادية بالضبط في ما قامت به إثيوبيا في هذا الاتجاه وكيف كان رد فعلها إذا مشروع القرار المصري الذي قدم إلى الجامعة العربية. وأعتقد أن من حق مصر أن تدافع عن مشروعيتها وتدافع عن حقوقها المشروعة في كل المحافل الدولية، ونحن في الجامعة العربية ليس محفل عربي أو محفل دولي بشكل واحد، ولكن نحن مؤسسين في الجامعة العربية ودولة كبرى في العالم العربي ولابد أن تفضل. جزيل الشكر أستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي.
أكدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد في تصريحات خاصة للنيل على أن الإجراءات الاستباقية هي التي كشفت عن تشخيص 45 حالة لم تظهر عليهم أعراض الفيروس. جاءت تصريحات زايد خلال زيارة تفقدية لمعبد الكرنك بالأقصر ضمن إجراءات متابعة الأماكن السياحية. السياحة والأثار ووزير معالي وزير الطيران وسيادة المحافظ جينا ضمن الإجراءات اللي كل الدول بتعملها، لو في إصابات ظهرت في مكان بنروح المكان وبنرجع الإجراءات وبنأكد عليها وبنطمن الناس، وده يعني إجراء روتيني في كل دول العالم. احنا بنأكد إن السياحة منتظمة، إن كل الإجراءات الاحترازية في مصر قوية، لأن من خلال هذه الإجراءات تم تشخيص 45 حالة بدون أعراض، والحمد لله حالات كتير بقت سلبية منها. وأضافت زايد أنه تتم مراجعة إجراءات الصحة والسلامة مع الفنادق والمناطق السياحية، مشيرة إلى أن مناخ مصر يساعد على التغلب على أي فيروس. هذه الإجراءات مع الفنادق ومع المراكب ومع العاملين في مجال السياحة ومع السياح نفسهم، وبنطمن بنفسنا على هذه الإجراءات. أنا بقول للناس بلاش يكون ردود أفعالنا مبالغ فيها، احنا الحمد لله عينينا على كل حاجة، بنشوف الوضع وبنراقبه بشكل دقيق. المكان والأماكن في الأقصر وفي جنوب مصر وفي كل المدن السياحية عندنا أماكن فيها تهوية كبيرة وفيها شمس وفيها يعني بيئة بتعلي مناعة الإنسان وبتخليه عنده قدرة على لو أي فيروس جه، مش بس الكورونا ممكن يتغلب عليه، وده اللي احنا شفناه من خلال ان 45 حالة ما فيهمش أعراض. من جانبه قال وزير الطيران إنه خلال جولاته التفقدية للمطارات كافة تأكد أن إجراءات السلامة تسير على أكمل وجه، وشدد على أن المطارات المصرية آمنة 100%. والله يا فندم انا كنت في الأقصر اول امبارح ولفينا على جميع المطارات، انا وسيادة النائب الوزير وبقية المسؤولين في وزارة الطيران المدني، خدنا جميع المطارات المصرية، بطمن الشعب المصري واخواتنا المصريين، بطمن الناس كلها ان مطاراتنا بخير محكمة بنسبة 100% ان شاء الله، وما عندناش الاجراءات بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ماشية على اكمل وجه، وفي تتبع برضو بعد اي راكب بيخش لو هو بيسيب بياناته عشان لو في اي حاجة عليه بيتم التتبع عليه، فبطمن حضرتك وبطمن المشاهد ان المطارات المصرية بخير 100% ان شاء الله. وأكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أن مناخ مصر المشمس عامل مهم في سلامة البيئة السياحية بمصر، مشيرا إلى أن معدلات الزيارة السياحية خلال الأيام الماضية هي الأعلى عن نظيرتها خلال العام الماضي. كل السائحين هم مفيش جو في الدنيا أحلى من كده، معدلات الزيارة في الكام يوم اللي فاتوا دول هي أعلى من نظيرتها السنة اللي فاتت في الكرنك، لو خدنا الكرنك على نموذج مثلا. فالزيارة بالنسبة لي احنا هنروح نقابل الاستاف اللي بيشتغل في مراكب، هنروح نعمل اجتماع مع كل مديري المراكب ومديري الأوتيلات اللي موجودة في الأقصر، هنقعد مع المستثمرين مع العاملين، معالي وزيرة الصحة هتديهم بعض الإرشادات، هنرد على أسئلتهم اللي يعرفوها، عشان احنا مش عايزين حد يظهر عليه اعراض ومش عايزين الموضوع ينتشر. الحمد لله ان هو ما خرجش بره المركب، الحمد لله جاي اطمن ان السياحه منتظمه، ودي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، وان اهلنا اللي بيشتغلوا في السياحه كلهم بخير الحمد لله. فهي زياره مهمه جدا احنا نيجي نشوف بنفسنا ونرد على الاشاعات اللي تقول ما بقاش في سياح والناس خايفه تيجي. الحمد لله الناس متواجده وكلهم بيقولوا يعني الجو ده احنا في بلدنا تلج ومطر، واحنا جايين هنا في جو مشمس، جو صحي جدا يعني. في سياق متصل تواصل المطارات المصرية في كافة أنحاء البلاد رفع حالة الطوارئ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والفحص الطبي للركاب القادمين عبر الرحلات الجوية. وتستقبل أطقم الحجر الصحي ركاب طائرات منذ هبوطها على أرض المطار بأجهزة الكشف الحديثة لقياس درجات الحرارة ومراجعة أماكن إقامتهم. في ظل تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، أعلنت المطارات المصرية حالة الطوارئ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والفحص الطبي للركاب القادمين عبر الرحلات الجوية كافة.
وإلى مطار الغردقة الدولية، حيث أكد مدير إدارة الحجر الصحي بالمطار أن إجراءات الحجر الصحي يتم تطبيقها للتعامل مع جميع الرحلات القادمة إلى المطار. احنا النهاردة كنا شغالين دلوقتي على طيارة فرانكفورت عليها حوالي 187 راكب. الاجراءات اللي بتتم هي ان احنا بمجرد وصول الطيارة احنا عاملين اوريدي مع كل شركات الطيران مذكرات تفاهم، بحيث ان معظم شركات الطيران بتاعتنا هنا في مطار الغردقة بتوصل الكروت للطيارات بتاعتها قبل ما. ومشاهدينا الكرام، ننتقل على الهواء مباشرة إلى الأقصر والزميل محمد حلمي ومتابعة إجراءات الحجر الصحي في المطار للعاملين وللأجانب، وده وضع عادي في كل الدول. كل الدول بترفع درجة الاستعداد وبتأكد على الإجراءات، ويعني أنا شايفة أن الوضع إيجابي الحمد لله. إحنا كنا استباقيين أن إحنا نكشف بشكل استباقي على ناس ما فيهاش أعراض، يعني 45 واحد اللي تم اكتشافهم بدون أعراض. كان ممكن دولة لو عندها نظام تقصي ضعيف ما تقدرش يعني تشوف الحالات دي، والحمد لله خدنا إجراءات طبية. وأنا جاي علشان أأكد مع الناس هنا إن إحنا ماشيين بالإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية، وإن لو في حالة فيها أي ارتفاع درجة حرارة، مش بس هنا، في بيوتنا كلنا أي حد عنده أعراض تنفسية ودرجة حرارة لازم يلجأ للطبيب. المكان جميل والدنيا الحمد لله في انتظام حتى في حركة السياحة، وفي طمأنينة بين العاملين في مجال السياحة، وده أهم حاجة. أستاذ الدكتور خالد عنان وزير السياحة والآثار، يمكن كان في زيارة معبد الكرنك، كان في زيارة للمطار الأقصر الدولي، ودلوقتي احنا موجودين على المركب، انطباعاتك ايه والإجراءات اللي اتخذت منها؟ بعد كده رايحين مركب تانية، وبعد كده رايحين أوتيلات يوم كامل بنتفقد في المطار والأماكن الأثرية والأماكن السياحية عشان نتأكد ان كل حاجة ماشية كويس. الحمد لله حضرتك شفت معانا في الكرنك الأعداد اللي كانت موجودة هي المعدلات الطبيعية. جايين نتأكد ان كل حاجة، بنقعد مع مديري المراكب، عاملين اجتماع كبير معهم النهاردة ان شاء الله، كل مديري المراكب ومديري الأوتيلات الموجودة في الأقصر، نتأكد ان هم بياخدوا كل المعايير والمقاييس المطلوبة للحفاظ على الاستاف المصري وعلى ضيوفنا من الأجانب ان شاء الله. انطباعات السياحي النهاردة فندم سامع، شفت بيقول لك انتوا عندكم المعدلات اقل من بلدنا، عندكم شمس رائعة، عندكم آثار جميلة جدا، لا يوجد ما يدعو الى ان احنا كنا نلغي رحلتنا. وفي معظم الابلتون كانوا لسه واصلين امبارح واول، يعني بعد الموضوع ما بدات يعني ينتشر في العالم، ولكن هو قرار يعني الواحد يا مش هيسافر خالص، لكن لو سافر مصر ليها افضليه ان احنا الحمد لله اقل من معظم الدول. يعني كابتن طيار محمد منار وزير الطيران المدني، يمكن المطارات المصريه على اهبه الاستعداد للاجراءات الاحترازيه، وده اللي شفناه من الجولات المكوكيه سواء لحضرتك او للنواب. انطباعك النهارده عن الجوله واهم ما فيها فندم؟ بصراحه ما فيش جو اجمل من كده ومنظر اجمل من كده لبلدنا مصر. بخير، مصر جميله، قول للناس يا رساله طمانه لكل شعوب العالم والشعب المصري ان بلدنا بخير ومفيش اي حاجه، واحنا موجودين والجو حلو قوي وكل حاجه زي الفل. مطاراتنا على هبة استعداد ومفيش ما يدعو للقلق خالص يا جماعه. الاجراءات الاحترازيه بقى اللي انت حضرتك تتبعتها؟ والله كلها قلناها يا فندم، ان الاجراءات الاحترازيه موجوده وبالتنسيق الكامل مع وزاره الصحه ومع الحجر الصحي وكل شيء ان شاء الله على ما يرام. واحنا جينا بس عشان نبعت رساله اطمئنان نقول لهم الجو الجميل ده خساره ان ما حدش يتمتع بيه، وبلدنا امان وزي الفل وجميله والجو زي الفل وكل حاجه، مفيش اي حاجه نقدر احنا موجودين لارسال رساله اطمئنان للكافه. اذا هذه هي الدوله المصريه، وزير السياحة، وزير الطيران المدني، وزير الصحة، كافة الإجراءات بتتخذ وعلى كافة الأصعدة سواء في المنافذ البحرية الجوية البرية، وذلك لمجابهة فيروس كورونا وعدم انتشاره. وكانت هناك رسالة طمأنينة للمصريين من كافة المسؤولين المعنيين خلال جولتهم اليوم سواء في مطار الأقصر الدولي أو معبد كرنك أو على أحد المراكب النيلية، وزيارة متتابعة في هذا اليوم. معك هذا.
شكرا محمد حلمي. والمتابعة مستمرة للجولة الخاصة بوزراء الطيران والأثار والصحة بناء على توجيهات رئيس الوزراء في محافظة الأقصر والأماكن المختلفة لتواجد السياح سواء الأماكن السياحية أو المراكب النيلية وأيضا الفنادق والمطارات. مستمرين في المتابعة لهذه الجولة في خدمتنا الإخبارية ومستمرون أيضا في التعاطي مع ملف فيروس كورونا، حيث طلب رئيس وزراء التشيك أندري بايتش إيطاليا بمنع جميع مواطنيها من السفر إلى باقي دول أوروبا لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت إيطاليا قد وهي تعد الأكثر ضررا من الفيروس في أوروبا قد فرضت إغلاقا فعليا لقطاعات في شمال البلاد بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو في محاولة لاحتواء التفشي السريع لكورونا. في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لأوروبا، فرضت إيطاليا حجرا صحيا على أكثر من 15 مليون شخص في شمال البلاد، أي ما يعادل ربع سكان البلاد، وذلك في إطار تطبيق إجراءات مشددة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 100,000 شخص حول العالم. وفرضت السلطات قيودا مشددة على مداخل ومخارج منطقة لومباردي أكثر المناطق الإيطالية ثراء، وكذلك 14 مقاطعة في 4 مناطق أخرى تقع في نطاقها ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد وفينيسيا الوجهة السياحية الشهيرة، بالإضافة إلى إغلاق كل المتاحف وصالات المراكز الثقافية ومنتجعات التزلج وحمامات السباحة في المناطق المستهدفة. ويشابه هذا الإجراء المتخذ في أكثر بلد أوروبي متضرر من الفيروس ما قامت به الصين في مقاطعة هوباي، حيث فرض حجر صحي على 56 مليون شخص. Stiamo agendo con la massima determinazione per evitare. نرغب في حماية صحة جميع المواطنين، نعلم أن هذا يخلق حالة من عدم الارتياح وأن هذه الإجراءات ستكون بمثابة تضحية، ولكن هذا هو وقت تحمل المسؤولية ويجب أن نحترم جميعا هذه الإجراءات وألا نعارضها. يجب أن نفكر في حماية صحتنا وصحة من نحب وصحة آبائنا وأمهاتنا وخاصة أجدادنا. قرار الحكومة جاء بعد ساعات من إعلان المسؤولين أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قفز بأكثر من 1200 حالة خلال 24 ساعة، وهذه أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد قبل أسبوعين، فيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 230 حالة. في غضون ذلك أعلنت إيران التي تعد من بين أكبر بؤر تفشي الفيروس خارج الصين ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 145 حالة وفاة بعد وفاة أكثر من 20 شخصا بينهم نائبة هي المسؤول السياسي الثامن الذي يتوفى جراء الإصابة بالفيروس. أما الصين فقد أعلنت عن 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، يصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى نحو 3,100 حالة. واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن التفشي المتسارع للمرض مثير للقلق، وبالإجمال طال الفيروس حتى الآن 94 دولة وتسبب في وفاة 3,500 شخص حول العالم. لقي 10 أشخاص على الأقل مسرعهم جراء انهيار فندق كان يستخدم حجرا صحيا لمصابين بفيروس كورونا بمدينة جوانسو الساحلية بجنوب شرق الصين. وذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أنه من أصل 71 شخصا حصروا لحظة وقوع الكارثة في الفندق، تم انتشال 48 من تحت الأنقاض من بينهم 10 فارقوا الحياة، بينما لا يزال البحث جاريا عن 23 آخرين. وأظهرت التحقيقات الأولية أن مبنى الفندق كان خاضعا لأعمال تجديد عندما وقع الحادث في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على مالك الفندق. ننتقل إلى شؤوننا العربية، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية بالصليف في محافظة الحديدة غرب البلاد. وأشار التحالف إلى أنه دمر مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة في المنطقة، كاشفا أن الأهداف المدمرة شكلت تهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ومطالبا في الوقت ذاته المدنيين في الصليف بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.
من جانبه قال المبعوث الأممي مارتن جريفيث إن اليمن يقف عند منعطف حرج مع نزوح عشرات الآلاف من محافظة الجوف شمال البلاد والتي تشهد منذ عام 2014 حربا مدمرة. كان المتمردون الحوثيون قد دخلوا مطلع مارس الجاري مدينة الحزم عاصمة المحافظة المحاذية للحدود السعودية بعد أسابيع من المعارك مع القوات الحكومية. تجددت الاشتباكات بين قوات الشرطة اليونانية والمهاجرين بالقرب من الحدود التركية ما أدى إلى إصابة 2 من المهاجرين الذين حاولوا اختراق الحدود باتجاه اليونان. في غضون ذلك أمرت تركيا خفر السواحل بمنع المهاجرين من عبور بحر إيجا اتجاه أوروبا دون منعهم من مغادرة تركيا برا. وسط تبادل للتراشق بالحجارة وطلقات الغاز ومدافع المياه تحولت الحدود اليونانية التركية إلى ساحات للمواجهات الساخنة وسط أجواء الطقس البارد عجز خلالها المهاجرون غير الشرعيين عن الحصول على مجرد لقب ضيف غير مرغوب فيه على الأراضي اليونانية. السلطات اليونانية أحصت آلاف محاولات المهاجرين اجتياز الحدود اليونانية على مدار الأيام التسعة الماضية وأحبطت أثناء نحو 40,000 محاولة لاجتياز حدود البلاد وتم القبض على 280 شخصا. وبررت الحكومة اليونانية استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه بغرض ردع المهاجرين ومنعهم من تدمير السور الحدودي. كما اتهمت الحكومة اليونانية عناصر من الجيش والشرطة العسكرية التركية بتقديم العون للمهاجرين في الاعتداء على أفراد الشرطة اليونانية. وتعتبر أثينا أن لليونان الحق في منع عبور أي مهاجر حدودها بأسلوب غير شرعي باعتبارها دولة ذات سيادة. كان مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين قصدوا دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2015 و2016 عبر تركيا مرورا باليونان، إلا أنه بمقتضى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في ذلك الوقت توقفت موجات الهجرة غير الشرعية الوافدة على اليونان عبر الأراضي التركية مقابل حصول تركيا على مليارات الدولارات، لكن أنقرة تتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته. اندلع حريق في مخيم اللاجئين في جزيرة لاسبوس اليونانية وذلك بعد إعلان أثينا فرض المزيد من القيود على طالبي اللجوء ردا على فتح تركيا لأبوابها أمام توجه المهاجرين إلى أوروبا. كان المئات من سكان الجزيرة قد نظموا مظاهرة للمطالبة بمعاملة إنسانية للمهاجرين واللاجئين رافعين شعارات منددة بالعنصرية والفاشية. للمطالبة بمعاملة إنسانية للمهاجرين واللاجئين نظم سكان جزيرة ليسبوس اليونانية مظاهرة بعد التعامل العنيف بحق طوفان من البشر توافد على حدود البلاد بعدما سمحت لهم تركيا بالعبور في ابتزاز واضح لأوروبا للحصول على المزيد من المساعدات. المظاهرة جاءت عقب تصاعد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة خلال الأيام الأخيرة. وفي ميتليني رفع المتظاهرون لافتات تندد بالفاشية والعنصرية. وكانت الشرطة اليونانية قد أجهضت خلال الأسبوع الماضي آلاف المحاولات لعبور الحدود مع تركيا إلى داخل أراضيها. أعلنت مصادر مطلعة أنه من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون أسبوعين. كان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب قد أعلن تحالف بلاده تخلفها عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها. إن احتياطاتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 آذار من اليوروبوند لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني. إن قرار تعليق الدفع هو اليوم السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة بالتزامن مع إطلاق برنامج شامل للإصلاحات اللازمة ومن أجل بناء اقتصاد متين ومستدام
على أسس صلبة ومحدثة. في أخطر أزمة مالية تهدد استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية، أعلنت السلطات عجزه عن سداد ديون مستحقة بقيمة 1,200,000,000 دولار بعدما بلغت احتياطيات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع تأكيدها السعي للتفاوض حول إعادة هيكلة الديون. إعلان صدر عن الرئاسة عقب اجتماع حضره الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البنك بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. ويعد هذا أول قرار كبير لهذه الحكومة التي تشكلت في يناير بعد أشهر من المباحثات، وفي ظل تواصل حراك احتجاجي غير مسبوق منذ أكتوبر مطالبا برحيل النخبة السياسية ومحاربة الفساد. استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، كرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة. تخلف ستكون له بالتأكيد تداعيات على الاقتصاد الوطني في ظل عدم وجود أي مؤشرات على استعداد دول أجنبية لتقديم حزم إنقاذ كما كانت تفعل من قبل بسبب نفوذ حزب الله في الحكومة. ويرزح لبنان تحت وطأة ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، لتصبح البلاد على أعتاب أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم. نشرتنا متواصلة معكم، نتابع فيها المزيد بعد فاصل اقتصاد ومن أبرز أحداثنا. قبل مواجهة حاسمة مع ساندرز الثلاثاء، بايدن يتعهد بعدم تحويل الانتخابات التمهيدية إلى هجمات متبادلة. ونتحول إلى ساحة المال والأعمال وزميلة حنان الخولي، وهذه الوقفة مع أخبار الاقتصاد. لك حنان. شيرين وريهام، شكرا مشاهدين، أهلا بكم في هذه الجولة الاقتصادية. وأهم ما فيها، التجارة والاستثمار تبحثان توفير أراض بهدف الاستثمار في عدد من المناطق الصناعية. صرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بأن الوزارة تحرص على لقاء المستثمرين بشكل دوري بهدف خلق إطار مؤسسي لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار. جاء ذلك خلال لقاء جامع والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال. وشهد الاجتماع مناقشة مشكلات المستثمرين وفرص الاستثمار المتاحة، وكذلك بحث اللقاء وتوفير أراض بهدف الاستثمار في عدد من المناطق الصناعية، وكذلك توفير بيانات للمستثمرين بهدف إجراء دراسات جدوى بشأن بعض المشروعات وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص واستخراج وتجديد السجل الصناعي. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة المبالغ المودعة والحسابات الجارية لدى البريد بنسبة 132.3 مليار جنيه في 2018-2019 بزيادة سنوية بلغت 21.2%. أوضح الإحصاء أن أرصدة العملاء ارتفعت بنحو 1.9%، بينما تراجعت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بنحو 0.8%. ووفقا للبيان، فقد ارتفعت وحدات خدمة الدفع الإلكترونية على مستوى الجمهورية ب 38.4% لتبلغ 2381 وحدة خلال الفترة المذكورة. في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تم توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من الوحدات السكنية في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين. وللمزيد من المتابعة معنا من هناك مراسل النيل أحمد أبو علم. أحمد، بداية أهلا بك معنا، انقل لنا الصورة لديك وتوصيل الغاز للمنازل في أو الوحدات السكنية لديك.
مساء الخير زملائي في الاستوديو، مساء الخير اعزائي المشاهدين. يعني في اطار الخطه الطموحه التي تقوم بها الدوله لتوصيل الغاز الطبيعي لكافه الوحدات السكنيه على مستوى الجمهوريه، تم توصيل الغاز الطبيعي منذ بدايه النشاط في بدايه الثمانينيات الى 11 مليون وحده سكنيه، منها تم توصيل اكثر من 6 ملايين وحده سكنيه خلال 5 سنوات الماضيه. المبادره التي اطلقتها وزاره البتروليه والثروات المعدنيه بتقسيط وقدرها 30 جنيها على فاتوره الاستهلاك بدون مقدم او فوائد، كانت هذه المبادره بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين في توصيل الغاز الطبيعي الى منازلهم. نحن الان في ابو النمرس تم اعمال التركيبات لعدد 10 ملايين وحده سكنيه، وللمزيد والقاء الضوء على هذه المنطقه معنا المهندس شريف صبحي مدير عام مشروعات بإحدى شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. يعني يا باشمهندس عاوزين نتعرف من حضرتك عن ما تم توصيله والمستهدف في هذه المنطقه لتوصيل اكبر عدد من الوحدات السكنيه الى ان يتم تغطيه الوحدات جميعها في تلك المنطقه. بنرحب بكم في ابو النمرس. منطقه ابو النمرس هي احدى مدن جنوب الجيزه. منطقه ابو النمرس هي مخطط ليها تنفيذ 10,000 وحده سكنيه خلال هذا العام لتوصيلهم بالكامل للعمل بالغاز الطبيعي. منطقه ابو النمرس تيجي ضمن اربع مناطق، هي ضمن اربع مناطق لتوصيل الغاز الطبيعي ل 100,000 عميل في مناطق جنوب الجيزه. المناطق دي هي ابو النمرس، الحوامديه، البدرشين، قطفيح. ابو النمرس تم تنفيذ 25 كيلو متر شبكات بنيه اساسيه تحت الارض وتم الانتهاء بينها بالكامل بنسبه 100%. بدات اعمال التركيبات وتم انتهاء من اعمال التركيبات في بعض المناطق الموجوده ابو النمرس، ومن المتوقع الانتهاء بمنطقه ابو النمرس بالكامل خلال عام 2020 ان شاء الله. اذا زملائي في الاستوديو، يعني كان هذا حديث من المهندس شريف صبحي مدير عام مشروعات في احدى شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، عرفنا على المناطق المحيطه بمنطقه ابو النمرس وابو النمرس وتوصيل الغاز الطبيعي اليهم. اليكم زملائي في الاستوديو. نعم، زميل أحمد أبو علم من أبو النمرس بالجيزة وحيث توصيل الغاز لآلاف أو ملايين المنازل هناك، شكرا جزيلا لك. نتحول للبورصة المصرية التي تراجعت مؤشراتها بانتصاف تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع متأثرة بهبوط حاد في أسواق المال الخليجية، واتجه المستثمرون الأجانب اليوم نحو البيع بينما غلب الشراء على قرارات المستثمرين المصريين والعرب، وسجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 623.8 مليار جنيه وسط تعاملات إجمالية بلغت نحو 127.4 مليون جنيه، وخسر المؤشر الرئيس للسوق جي اكس 30 بنحو 3.8%، وفقد مؤشر جي اكس 7 متساوي الأوزان النسبية بنحو 2.3%، وفقد المؤشر الأوسع نطاقا جي اكس 100 2.17%. نتحول إلى أسواق الخليج حيث هبطت مؤشرات أسواق المال في السعودية والدول الخليجية الأخرى بشكل حاد بعد إخفاق تحالف أوبك بلس في الاتفاق على خفض إضافي في إنتاج النفط بهدف رفع الأسعار المتأثرة بانتشار كورونا. وتراجع مؤشر سوق تداول في المملكة صباح صاحبة أكبر أسواق المنطقة بنسبة 6.5% لدى افتتاح تعاملات الأسبوع الجديدة، وهبط سهم شركة أرامكو إلى مدون سعر الطرح الرئيسي لأول مرة. وفي الدول الخليجية الأخرى انخفض مؤشر سوق دبي ب 8.5% وهو التراجع الأكبر منذ نحو 6 سنوات، وسوق قطر ب 3.5%. نهاية النشاط الاقتصادي، شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، ونتحول مرة أخرى لمواصلات بانوراما النيل وشيرين وريهام. إليكم شكرا حنان. شكرا. ومشاهدينا الكرام، يستعد المرشحان الديمقراطيان لرئاسة الأمريكية جو بايدن وبيرني ساندرز لمواجهة حاسمة في ولاية ميتشيغان وميدزوري فضلا عن 4 منافسات أخرى بعد أيام. من جانبه تعهد بايدن بعدم تحويل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي إلى هجمات متبادلة مع منافسه ساندرز الذي وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق بأنه صديق يختلف معه في الرؤى السياسية. تمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي إلى هجمات متبادلة مع منافسه بيرني ساندرز الذي وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق بأنه صديق يختلف معه في الرؤى السياسية. نائب الرئيس الأمريكي السابق
الذي أعلن المرشحون المنسحبون بيت بوتجيج وإيمي كلوبتشار ومايكل بلومبرج دعمهم لحملته، وصف نفسه بأنه الأكثر قدرة على توحيد صفوف الحزب الديمقراطي. وأكد بايدن أن تحويل الانتخابات التمهيدية إلى حملة تهجم سيكون أفضل وسيلة لإعادة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية. مواقف بايدن وساندرز المرشحين الديمقراطيين السبعينيين تأتي بعدما دخلت الحملة التي يخوضونها للفوز بالترشح عن حزبهما للرئاسة الأمريكية دخلت مرحلة جديدة انحصر فيها السباق الحزبي بمواجهة ثنائية بينهما، علما أن المرشحة تولسي جابارد مستمرة في حملتها على الرغم من عدم حظوظها. وزار بايدن ميزوري إحدى الولايات الست مع أيديها وميشيغان وميسيسيبي وداكوتا الشمالية وواشنطن التي ستصوت الثلاثاء القادم في الانتخابات التمهيدية للحزب بعد أسبوع من تحقيقه في يوم الثلاثاء الكبير نتائج قلبة الموازين في سباق الحزب الديمقراطي. وفي 3 مارس اختارت 14 ولاية في يوم الثلاثاء الكبير مرشحها للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي. من جهته زار ساندرز مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي التي ستجرى فيها الانتخابات التمهيدية في 17 مارس مهاجما ترامب ووصفه بأنه الرئيس الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة وبأنه مصاب بالكذب المرضي. الأيام القليلة القادمة ستحمل اسم الفائز الذي سيقف أمام ترامب في الانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة. بقونا معكم والمزيد بعد فاصلنا الرياضي ومنه. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مسيرة في العديد من دول العالم للمطالبة بالمزيد من الحقوق. المرأة تستحق أن يحتفى بها وبخاصة في يومها العالمي. هنأ الأزهر الشريف كل امرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مؤكدا أن الإسلام أول من أنصف المرأة وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات وأول ما منحها ذمة مالية مستقلة، وأن تعاليم الإسلام كانت أول ثورة لتحرير المرأة في التاريخ. وبهذه المناسبة شهد عدد من الدول العالم مسيرات نسائية حاشدة للمطالبة بالمزيد من الحقوق والمساواة مع الرجل. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة شهد العديد من دول العالم مسيرات نسائية حاشدة للمطالبة بمزيد من الحقوق والمساواة مع الرجل. ففي العاصمة البيروفية ليما طالبت المسيرات بوضع حد لجرائم العنف ضد المرأة بعد أن وقعت أكثر من 160 جريمة قتل تتعلق بالنوع في 2019 وهو العام الأكثر عنفا في 10 سنوات في بيرو. نحن هنا لنقول للدولة وللرجال وهم جزء من الثقافة الذكورية أننا نقاوم ونريد دولة أكثر عدلا ومساواة. وفي المكسيك نظمت النساء سلسلة بشرية للمطالبة بتوفير الأمن والحماية في الدولة التي تعد الأخطر على حياة النساء في ظل وقوع 10 جرائم قتل يوميا بحقهن. أما المسيرات في الفلبين فطلبت فيها النساء بنصيب أكبر من الوظائف وزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى من الرواتب. نأمل أن يستمع العالم كله لأصوات النساء اللائي يتم استغلالهم ليس في الفلبين فحسب ولكن أيضا في دول أخرى حيث يتم ذلك بمختلف الطرق والوسائل. الاحتفال بيوم المرأة العالمي كان أقل صخبا في لندن حيث شاركت دوكا ساسكس ميغان ماركل طالبة مدرسة بشرق العاصمة البريطانية في مناظرة أجريت بهذه المناسبة. دعونا نتجمع معا لنجعل من اليوم العالمي للمرأة شيئا مميزا ليس فقط اليوم ولكن كل أيام العام. ويعد حضور ميغان لتلك المناظرة أحد مشاركاتها العامة القليلة قبل تخليها هي وزوجها الأمير هاري عن واجباتهم الملكية وانتقالهما للإقامة في كندا في نهاية الشهر الجاري. وتتويجا لهذه الجولة هذا تذكير بأبرز ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد للبرهان في اتصال هاتفي حرص مصر على مواصلة التنسيق مع السودان في مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك.
إيطاليا تفرض إغلاقا لمنطقة لومباردي بالإضافة لأربع عشرة مقاطعة أخرى لاحتواء تفشي فيروس كورونا. تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف تابعة للمتمردين الحوثيين. انتهت هذه الوقفة الإخبارية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.